السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الدكتور محمد العصار، استشاري قلب الأطفال وعيوب القلب الخلقية، أستاذ مساعد كلية الطب جامعة تعز. اليوم إن شاء الله كلامنا موجه للمجتمع بشكل عام، وسيكون كلامنا حول موضوع من المواضيع الهامة والمنتشرة، وهي مواضيع تشوهات القلب الخلقية. بداية، ما هي تشوهات القلب الخلقية؟ تشوهات القلب الخلقية هي التشوه، هو عبارة عن حيود عن الوضع الطبيعي، حيود عن الوضع الطبيعي لمكونات القلب أو مكونات الأوردة والشرايين الكبيرة. أي حيود عن الطبيعي متواجد حال الولادة، هذا نسميه تشوه قلب خلقي. هل هي هذه المسألة منتشرة أم نادرة؟ طبعا تعتبر من الأمراض المنتشرة الشائعة، لأن تواجده في المجتمع يصل إلى 1% من المجتمع يمكن أن يصاب بهذه التشوهات. وتعريف المرض الشائع الذي يتواجد في المجتمع بنسبة 1 لكل 2000 مريض أو لكل 2000 شخص من المواطنين، فهذه تواجد بنسبة تقريبا 1 لكل 100 من المجتمع. إذن فهو مرض يعتبر من الأمراض الشائعة، وإن كان يضم تحت مظلته تقريبا 30 إلى 40 مرض، بعضها شائع وبعضها نادر الحدوث. ما هي أعراض تشوهات القلب الخلقية ككلام موجه للمواطن العادي؟ طبعا أعراض تشوهات القلب الخلقية واسعة، ويعني طيفها واسع جدا، ممكن أن يأتي بشكل حاد جدا كهبوط في الدورة الدموية أو فشل قلبي أو إزرقاق شديد في الطفل حال الولادة، ويمكن أن يأتي متأخر بعد 3-4 سنوات على شكل التهابات متكررة في الصدر، على شكل أن الطفل لا ينمو بشكل طبيعي، لا يعني حينما نقارنه ب يعني أقرانه أو من الأطفال لا يستطيع أن يعمل عملهم من المجهود العضلي أو المجهود البدني، حصول ضعف في البنية، عدم اكتساب وزن كافي، حدوث التهابات متكررة في الصدر. هذه كلها أعراض قد تخفي خلفها تشوه قلب خلقي، وقد تكون الأمور تمشي حال الولادة وبعد الولادة بسنوات وتظهر الأعراض متأخرة، يمكن أن تظهر الأعراض بعد 20-30-40 سنة على شكل ضغط غير معروف السبب، ممكن أن يكتشف في عمر 25-30 سنة، على شكل ضغط رئوي في عمر 40-50 سنة، ممكن أن يكون سببه تشوه قلب خلقي وغير معروف وغير ظاهر في بداية البداية. طيب، هناك تساؤلات أيضا تكثر من المرضى ومن أهاليهم، هل تشوهات القلب الخلقية لها علاقة بالوراثة أم ليست لها علاقة بالوراثة؟ في العموم نقول أن تشوهات القلب الخلقية غالبا غير مرتبطة بالوراثة، ارتباطها بالوراثة قليل جدا، ربما بنسبة 10-20% بالزيادة، لكن في معظمها غير مرتبطة بالوراثة ارتباط شديد. ليست كأمراض الدم التي تزداد بزواج الأقارب وما شابه، إنما في الأغلب تكون المسألة أكسيدنتال أو عرضية ليست مرتبطة بوراثة. هناك حالات كثيرة متلازمات تأتي فيها تشوهات القلب الخلقية بنسبة أعلى ونسبة أكبر. هل هناك معالجات أو ليست هناك معالجات؟ هناك كان انطباع خاطئ لدى بعض المواطنين ولدى بعض العامة أن من أصيب بتشوه قلب خلقي فهذا الأمر لا شك أنه سيؤدي به إلى الوفاة، وهذا انطباع خاطئ بلا شك. هناك الآن معالجات تتم إما عن طريق العلاجات أو عن طريق القسطرة أو عن طريق الجراحة، وهي متوفرة بحمد الله بشكل واسع سواء في بلدنا أو في الخارج. التدخلات التي تتم عن طريق القسطرة ممكن أن تتم عن طريق البالون، بنفخ البالون للصمامات المتضيقة، قفل الثقوب كقفل الثقب بين الأذينين، قفل الثقب بين البطينين، قفل الوصلة الشريانية، توسيع الشرايين سواء بالدعامات أو بالبالون،
هذه كلها معالجات تتم وفي كل الأعمار، يمكن أن تتم من عمر يوم إلى عمر 60-70 سنة. وهناك حالات سجلناها كثيرة تم معالجتها لتشوهات قلب خلقية في أعمار تصل إلى عمر يومين 3 أيام أسبوع أقل أو أكثر. وهناك من تتم معالجته وهو في عمر 60 في عمر 50 سنة بتشوهات قلب خلقية. ما هي أنواع التشوهات القلب خلقية؟ نحن نتكلم على أنواع تشوهات القلب الخلقية كتصنيف طبي، أنها تنقسم إلى قسمين، إما مصحوبة بإزرقاق أو غير مصحوبة بإزرقاق. ما هو الإزرقاق؟ الإزرقاق هو إزرقاق في شفائف الطفل أو في لسانه، يكون اللون الطبيعي لون وردي. إذا هناك أي تشوه في القلب قد يؤدي إلى أن اللون الأحمر الوردي للشفاه واللسان يتغير إلى لون أزرق، أو بعض المواطنين يسميه لون أسود. هذه مجموعة تضم تحتها أكثر من 15 إلى 20 مرض، من أهمهم انعكاس الشرايين، أو رباعية فالوت، إبشتاين أنوماليز، وتحتها أشياء كثيرة، القلب الواحد أو البطين الواحد، قلب البطين الواحد، هذه كلها أمراض تؤدي إلى إزرقاق في اللسان. وهناك أمراض أخرى لا تؤدي إلى إزرقاق في اللسان، من أهمها الثقوب بين الأذينين، الثقوب بين البطينين، الوصلة الشريانية بين أكبر شريانين في الجسم، الشريان الأورطي والشريان الرئوي. هناك كذلك الآفة الوسادية، وهذه تكثر في الأطفال المصابون بمتلازمة داون. هذه مجموعة، في مجموعة برضو من المجموعة التي لا تعمل إزرقاق، اللي هي التضيقات في الصمامات والشرايين، إما تضيق في الصمام الأبهري أو التضيق في الصمام الرئوي، وهذه شائعة وحلها من الأشياء السهولة، ولو أهملت ستؤدي إلى مشاكل كبيرة في المستقبل. هناك نصائح في آخر اللقاء نريد أن نطرقها، من أهمها اللي هو التوقيت. التوقيت بالنسبة للمريض وبالنسبة لأهله وبالنسبة للطبيب مهم جدا، لأن ما هو ممكن اليوم قد يكون غير ممكن بعد شهر، ما هو متاح الآن قد يكون غير متاح بعد سنة. لماذا؟ لأننا نخاف من حين الإهمال أن يحصل ارتفاع في الضغط الرئوي، خاصة في مسائل ثقوب بين الأذينين، ثقوب ما بين البطينين، أحيانا تهمل الحالات أو لا تشخص بشكل دقيق فتترك ونراها بعد 10 سنوات 5 سنوات، وقد وصل الضغط الرئوي إلى مرحلة يصعب فيها التدخل، بل ربما لا يصعب فقط، بل ربما يكون من الممنوعات أن يتم التدخل. فلذلك لابد من الإسراع إذا ظن الطبيب أو ظن أهله أن الطفل غير طبيعي في نموه، في لونه، في التهابات متكررة، عدم النمو بشكل جيد، فلابد أن يعرض على طبيب أطفال. وبعده إذا شك طبيب الأطفال بشيء لابد أن يعرض على طبيب قلب أطفال، يحدد ما هو التشخيص الصحيح وما هو الإجراء السليم وما هو التوقيت المناسب لذلك. نتمنى للجميع صحة وهدوء وسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.